قهوة منتصر الحج المجانية تستهوي زائري مدينة بلد من مختلف المحافظات العراقية وشمال البلاد. يخرج منتصر كل صباح ذاهبا إلى محل عمله لإعداد القهوة العربية ذات المذاق الفريد لتستهوي زائري مدينة بلد من مختلف مناطق البلاد الجنوبية وشماله. طريقته وإعداده للقهوة جعلت من الزائرين لا يستغنون عن شرب القهوة باختلاف أنواعها. اختار منتصر الحجي من شارع الفرات المؤدي إلى مرقد الإمام السيد محمد في بلد محطة لدلته وفنجانه ليستقبل زوار المدينة ويأخذ آراءهم بنكهة وطعم القهوة التي يعدها بيده ويقدمها دون القبول بأخذ الأموال مقابل القهوة. أنا معروف يعني من بغداد إلى نينوى بالمناسبات من العشائر والمسؤولين يخابرون علي، يعني يخابرون على زي العربي من البس العقال والحزام والمسدس والخنجر زي العربي ويطعمون بالقهوة اللي سويها أنا، يعني إلها ميزة خاصة طعم ونكهة ملانطيك فنجان قهوة بشرط تشلب بالفنجان، هاي وحدة، وطعم ونكهة وريحة من شمال البغداد، ومن بغداد رباط الحشي وين احنا مكاننا مضيفنا مدينة بلد الحبيبة منطقة سيد محمد عليه السلام. الزبائن وإكراما للقهوة العربية الأصيلة ترفض شربها بالمجان ليقوموا بوضع النقود جانب الدلال وحسب رغبتهم. قهوته أصبحت حديث المواطنين خارج البلاد ليفتخر بها المسافرون وتكون كهدايا للبلاد الأوروبية والعربية. منتصر منذ 6 سنوات متمسكا بمهنته التي يعيل بها 7 أفراد من أسرته. حاول بطرق مختلفة الترويج للقهوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحديث بشكل مباشر مع الزبائن واستقبال الطلبات عبر السوشيال ميديا والحجز لكميات يرغبون بها. زبائن من شمال البلاد وخلال عملهم في بلد لا يفوتهم الذهاب كل يوم لمنتصر وشرب القهوة والتمتع بمذاقها. جايين من شمال العراق، من أربيل، من أقليم كردستان العراق، جايين منطقة بلد، وجايين بصراحة عندنا احنا شغل هنا، وشفنا هاي الأخ منتصر عند المحل مال القهوة، صراحة ذوقنا القهوة، قهوة حلوة، وكل ما نروح ونجي يعني لازم نشرب من عنده قهوة لأن مذاقه حلو طيب، وإنسان يعني قلبه مفتوح وبشوش ويضحك. أنا صار لي أول شيء 6 سنوات في هذا الشارع الفرات في قدوم الزوار والضيوف إلى مدينة بلد الحبيبة نوزعها القهوة للأجر والثواب باسم الإمام الحسن المجتبى، وما نقول للشخص انطينا فلوس أو شاركنا، لا، من رضاته ويشرب عندنا كل يوم، نسوي 3 خلطات 4 وعلى طول السنة أفتح، يعني يومي أفتح، مناسبة أكو ماكو مناسبة، حزاين موجودة، أنا يومية موجود في شارع الفرات ملقب منتصر الحجي أبو القهوة الشهيرة، والحمد لله وشكر عندي شعبية قوية من فاو للشمال. قبل فترة ودينا السويد، ودينا الأردن، ودينا للسعودية، جو جماعة من شمال العراق جو أخذهم ودينا لهم قهوة، وما يكون خاطرهم إلا طيب، وأي واحد يجينا أهلا وسهلا. والله القهوة الأصيلة هي العربية والسادة فوق الكل، بعدين تغيرت العالم تغيير، القهوة الشكليتية، القهوة الوسط، القهوة السادة المحير لنطيها للمتابعين طبعا موجودة، وسع حاليا أنا قاعد أنطي خطات للشعبية اللي عندي على طريق الفيسبوك وعن طريق التواصل الاجتماعي عن برنامج التيك توك، أنطيهم إياه على المياه الوصفات كاملة على جميع المقادير القهوة. قهوة منتصر في بلد محطة لتذوق القهوة العربية الأصيلة، عكست صورة وكرم وضيافة أهل المدينة في استقبال الزائرين من مختلف المحافظات العراقية والبلاد العربية. من قضاء بلد، إيهاب الربيعي، قناة سامراء.